بعض الشباب يرفضون استعمال التوقيت مثل تقويم أم القرى. بعض الشباب إيش؟ يرفضون استعمال نعم الشيخ استعمال المواقيت مثل تقويم أم القرى، فيزعمون أنهم يعتمدون على رؤية الشمس، وأحياناً تكون السماء كثيرة السحاب ولا يعتمدون على التوقيت، وقد يفطرون في رمضان قبل الوقت المحدد في التوقيت، فهل فعلهم هذا صحيح؟ يا إخواني، أنا قلت لكم أكثر من مرة إياكم والشذوذ، إياكم والشذوذ. فالذي يصوم مع المسلمين، يفطر مع المسلمين، مع جماعة المسلمين، هذا هو الواجب. أما الشذوذ بالرأي وأنه يفطر ويصوم ويخالف المسلمين، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز له أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صومكم يوم تصومون، والصوم يوم يصوم الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. المسلمون إن شاء الله فيهم خير، فلا يجوز لفرد أنه يخالف المسلمين. وفي الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وفي الحديث: وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أنتم في مجتمع مسلم ومحافظ ولله الحمد، حريص على العمل بالسنة، ألا تخالفوه في اجتهاداتكم ونزعاتكم، أو يغركم بعض دعاة الضلال الذين يريدون تشتيت المسلمين وتفريق جماعتهم لهذه الأمور. احذروا من الشذوذ، احذروا من الشذوذ في الصيام وفي غيره. صوموا مع المسلمين وأفطروا مع المسلمين والحمد لله. وتقويم أم القرى محل ثقة، لأنه مدروس ومعتمد ومعممته الدولة بعد التأكد منه، فالعمل عليه بلا شك. والمسلمون يعتمدون في الأذان وفي الصلاة وفي، ولا جرب عليه خطأ. واللي يقولون إنه في خطأ ما عندهم علم ولا عندهم معرفة، إنما هو رجم بالغيب، رجم بالغيب. والتقويم هذا معمد له لجان وفلكيين وعلماء اجتهدوا في تحريه وتطبيقه، فهو إن شاء الله معتمد ومحل ثقة. نعم.